Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is your beloved brother, Barkari. Inshallah. Back to you guys again with my own personal WDs. I did one before, but this one I wanted to make it a little more personal to, you know, challenge people, inshallah. So I challenge anybody that sees this to do the WDs challenge, whether it's reciting Qur'an or talking about a hadith or quoting the words of a noble scholar or something beneficial to the Muslims or nasiha, so on and so forth. Inshallah. So for my WDs challenge, I'll be showing you guys the different African styles that I do and how I transition between them. So let's go and let's see what we accomplish tonight. We'll start off by using the bass version of Sheikh Sili Timero that I do. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. And usually it's about there, then I'll usually transition to like the tenor or high pitched version. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى. So that was Sheikh Sili Timero. Now let me hit you with a little of Nurain Muhammad Siddiq. إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. So you see how I transition up and down between bass and tenor. That's usually how I go about it. A little bit in bass, a little bit in tenor. So that was Nurain. For next, I'm going to be doing the style that originated by my own brother, Salaf Ali. I'm going to start off with the bass version. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى. And then I'll take it up a notch in the bass. وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى. And then I'll take it to high pitch. قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حِيَّةٌ تَسْعَى قال خذها ولا تقف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. Now let's see if I can try Sheikh Ahmed Suleiman. اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي
وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي أَشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي. So that was Shaykh Ahmad Sulaiman. I also do a Sanike scholar who went by the name of Al-Imam Baraji. قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي. And then there was a style that was originated by my own sheikh, my teacher. His name, he went by the name of, you know, he goes by the name of Ali Tarawari, rahimahullah. هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى. And this one I picked, this one I picked up from a boy I met in Gambia when we was leaving Tarawih, and I kind of turned it into my own style. إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَى أَنِ اقْذِ فِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِ فِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاهِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل عدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن فقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى. So Allah, I challenge anybody who sees this to engage in a challenge. Assalamu alaikum wa rahmatullah.